لعلاج المسؤولين والشعب. لو وفرنا مليار دولار واحد كل سنة لاستطعنا بناء 17 شركة أو مستشفى أو حتى ملاعب. ما تعليقك؟ تعليق تاعي هو أنه أنا وأنت والآخرين مسؤولين على كامل هذا، جميع الجزائريين مسؤولين على هذا الأمر، لأنه لا سوم اللي راك تقولها اون لا كونسومي توس نو لي الجيريان. من بعد الناس اللي مسؤولين مثلا على قطاعات، هذا الناس انت اذا كان عندك معلومه على اي مسؤول يا خويا قدمها للعداله، واي واحد يلعب الدور تاعو. انا يا خويا نهار يكون عندي اي ادله مؤسسه على اي ضد شخص نقدمها. ممتاز. بكل مانيش عارف واش الجواب اللي راح يزيد يفرحك انت. لا مش يفرحني انا، ما يقنعك انت ويقنع ضميرك. واش يقنع ضميري؟ انه كاين جزء من المال صرف وبان، واللي ما يحبش يعترف باللي بانت هذه الاموال اترافير الانجازات اللي دارت، اترافير الانفراستركتور اللي دارت في الجزائر. ما حبش يعترف، ما راحش نغطي له انايا كاين انجازات دارت حتى الشمس بالغربه. هذا جانب. كاين جانب الى يوم نتساءل، انا ضم صوتي ليك، كاين جزء من المال ما عرفناش كيفاش تصرف بصح، الانجاز ما كاش. ولكن حنا رانا نهضروا سيو لانيكيليبر، انا نهضروا باللي كاين انجازات وكاين اخفاقات. ما ناش نقولوا للشعب انه البلاد هذه لازم تطرمل البحر وحنا يروحوا نهجروا. حول موقع الشباب في مخطط عمل الحكومه الجديد. لا مخطط، ما تعليقك؟ مخطط العمل الحكومه الجديد نسمعوه بعد ان شاء الله خلال الاسبوع. لو كاين لو كاين يعني تقدر تطلع عليه. لانه نشوف ما كانش لازم نتفق على شيء. سي او يحيى اللي نعرفوه واحد من الناس اللي مدوا الكثير في التسيير تاعو، نظن انه عنده ما راحش تكون تغييرات جوهريه، لانه الحكومه راح تكمل في برنامج معروف، في برنامج كان موجود مقبل. ما راحش برنامج تعمل، ما راحش يكون تقديم، ما راحش يكون تقديم ما كاش اختلاف بين برنامج تبون ومخطط عمل تبون ويحيى. جوهريه بين الحكومه على انت تي كونسيدير في الحكومه اللي فاتت. واش دخلك فيا انا؟ قول لي انت. انا نقول لك انت لما تعرض الكلام تاعي. لا انا راك جاي انت. انا نقول لك انا ما كان مد، انا انساني، انا نسالك. جاوب انت. انني جاوب انت. انا نقول لك ما على بالكش بيا انا واش نقول واش نفكر. بين الحكومه اللي فاتت والحكومه اللي راهي هنا ما كاينش اختلاف. ما كاينش تغييرات جوهريه، تغييرات عميقه اللي تستدعي انه راي الوزير الاول يفصل بكل هذا التفصيل. ممتاز. جايه في اطار سيروره، في اطار سيروره مولود حشلاف حتى نوني سيروره. والله يا بسرعه، والله يا الاخ قادر، يعني شيء مؤسف. واش راني نسمع؟ شيء مؤسف. لما نتكلم على الضمير، لما نتكلم على البنى التحتيه اللي طيح الشتاء في 15 دقيقه تغرق البلاد، لما نتكلم اني هذه الاموال اللي هي امانه وهذا المستوى من هدر المال العام حيبقى قياسي وتاريخي. لما نبني بعد يقول لك الانجازات، لما نبني اوتوروت بضعف قيمتها بعد هي تعاود تتكسر وانا نعاود نديرها، لما تهدر قال لك اللي عنده حاجه يروح للعداله، ولكن المشاريع موجوده. تبديد المال العام احنا ما جيناش نجربوه هنا. هذو الجزائريين ليسوا في إرانا مخابر، هذو الجزائريين هنالك الكفاءة فلتوضع في مكانها، ليس هنالك تغييرات جوهرية. أتفق معك في هذه النقطة وهي كارثة. نحن في عز أزمة اقتصادية. على شيء آخر لازم علينا إعادة هيكلة، إعادة هيكلة الاقتصاد الوطني، إعادة هيكلة نظام المصرفي، مشروع الطريق السيار جزء منه، والناس رعاية رئيس الحزب تاعك وش جزء منه كان مازال ما بداش كي كان الاخر. ما تدخلش في الشخص انا لانك إيه تفهم. لا لا مانيش نهضر. كي بدات لي ميسيون تي ديفي دو توت لي كيستيون اسونسيال. فا دروا. نقول لي
الضمير تاعك يحاسبك على واش راك قاعد تقول. راني نقول لك بكل الانجازات حضور الضمير كاين انجازات. هذه الحكومه الفاشله من اللي كانت قاعدين يداولوا نورمالمون يحشم الناس هذه تحشم. فشلت شكر الله سعيك ارفد قشا وشكر ما قلنا لك لا درت حتى حاجه. كاين كفاءات ومعمرين طيب. في الجزائر باسكو البلاد هذيا ما حاش يخسروا وحدهم يا احنا كل احنا خسروا ممتع. ويخسرنا من ان تقيم حكومات متعاقبه شأنا هذا الشأن انت لا لا انت لا لي لا روحك لا طيب الشباب الجزائري ذو مستوى عالي من الحكومه اللي راك تتكلم عليها. انت يا تقيم الحكومه تقيم الحكومه الى راك مستصغر نفسك وشايف روحك من انك تهضر على المسؤول. طيب انا في تقييمي انت قلت بان السياسه ثابته اذا كان مقيد بكلامك علاش انت قلت بان السياسه نتاع واحد الحاجه ما تغيرت؟ نعطيك مؤشر اخر صادراتنا قبل 17 سنه خارج المحروقات مليار دولار، بعد 17 سنه من البحبوحه لا زالت الصادرات الجزائريه خارج المحروقات تراوح مليار دولار. هوني في جي عندنا هكذا في الزمن احنا. يعطيك الصحه عادل سي محمد شكرا لك ناصر في حزب الافلات. وبلادنا ان شاء الله تكون بخير ان شاء الله. لانه السويد هذا السويد الممنهج من طرف لا لا وهذا التبييض الممنهج غريب. طيب هذا التبييض الممنهج والناس اللي يتمادوا تاع لونس شي يحب الخدمه السلطه لا 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 نعاونوهم باش يولوا منتجين. شكرا لك الجزائر باش يدعموا المطار صحه حشلاف بالقياده في ضلال الحريات. ونتمنى النجاح لكل من لديه مشروع يعمل فيه بضمير. السلام عليكم. سلام.